السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ارتفاعه لأعلى مستوى سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، من فضلك اللي مشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. أما أسعار الدولار، البنك الأهلي المصري سجل 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع. بنك مصر 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع. بنك اسكندرية 19.49 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع. بنك القاهرة 19.48 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي 19.48 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع. العرب الإفريقي 19.46 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع. بنك قناة السويس 19.44 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.51 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع بزيادة قرشين. أما كريدي إجريكول 19.45 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع. أما بنك البركة 19.42 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع. من فضلك اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.